السلام عليكم. اليوم فيديو جديد. اليوم ميني بطبوط ولا بطبوط صغير معمر اللي كيجي رائع لانه بحشوة اقتصادية وسريعة، كيجي رائع لمائدة افطار رمضان. هذا البطبوط غنحتاجو ليه البطبوط اللي سبق لي وجدتو معاكم، غتلقاو الفيديو في صندوق الوصف. ونحتاجو المايونيز، هو وجدتو معاكم غتلقاو هو الفيديو ديالو في صندوق الوصف ومن بين الفيديوهات المقترحة. غنحتاج الزيتون اخضر مقطع، غنحتاج ذره معلبه، وغنحتاجو كاشير اللي حتى هو حكيته رقيق، نحتاجو الطماطم اللي قشرتها وحيدت ليها الزريعه وقطعتها، ونحتاجو الخس اللي غسلته مزيان، وعلبه ديال الطون اللي صفيتها من الزيت. دابا غناخدو البطبوط، تقدروا تدهنوه بالمايونيز، انا ما تندهنوش، انا تنخلي المايونيز كنديرو من الفوق. ندير الطون، شويه مطيشه، شويه ديال الزيتون، شويه ديال الذره، وشويه ديال الكاشير، وندير قطعه ديال الخس، داك الورقه ديالها الفوقانيه يعني نتفادى داك التحت كيكون شويه قاصح، ونزوق شويه بالمايونيز. يعني الترتيب كيبقى حسب الاختيار. هانتوما تتشوفوا البطبوط ديالي كيفاش كيجي زوين في المنظر. نعاودو وحده اخرى. كيف ما قلت الترتيب تيبقى اختياري ليكم، تقدروا تدهنوا بمايونيز، وعاد باش ديروا باقي المكونات تقدروا تخلطوا المكونات. انا تندير كل حاجه بوحدها، تنقول باش كل بطبوطه نتاكد ان فيها كل شيء، فيها مطيشه، فيها الزيتون، فيها كاشير، فيها الذره. يمكن لكم تحيدوا شي حاجه وتزيدوا شي حاجه، يعني الحشوه كتبقى اختياريه، غير هي هذه كتكون حشوه سهله. كما قلت لكم المقادير لا ديال البطبوط ولا ديال المايونيز غنخلي لكم الفيديوهات في صندوق الوصف، وحتى المقادير مكتوبه غنخليهم في صندوق الوصف. ها نتوما تشوفوا البطبوط ديالي كي كيجي، ما تبخلوش عليا بالجيم ديالكم، بالتعليقات ديالكم، بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وشكرا ليكم.